مرحبا، معكم محمد. اليوم بدي أحكي لكم عن أحسن طريقة تشبكوا الـ Original Xbox على التلفزيونات الحديثة. ببلش لكم بمقدمة بسيطة. الـ Original Xbox هي كانت أول جهاز للألعاب بتصنعه شركة مايكروسوفت، وطبعاً هذا هو، وهذا الجهاز باع منه 23 مليون، وكان يعتبر نجاح لمايكروسوفت لأنه بنوا فيه براند ولهلأ لسه موجود، وكان أول مرة بيدخلوا على قطاع الألعاب. فخلينا نحكي بالمشكلة. التلفزيونات كلها صارت جديدة هاي ديفينيشن LCD أو OLED. الأكس بوكس نزلت بأيامات لما كان التلفزيونات بعدها يسمى CRT أو الكاثويد راي تيوب، ومثل ما بتعرفوا كان التلفزيونات هذه ديك القديمة يستخدموا الكيبلز اللي اسمه الكومبوزيت، اللي معروفين بالألوان الأصفر والأبيض والأحمر مثل هذا السلك. بس كمان حتى وقتها كان موجود سلك اللي يسمى الكومبوننت كيبل، اللي بيكون أحمر أزرق وأخضر، وكمان بيكون فيه أبيض وأحمر مشان الصوت. بدنا نشبك الأكس بوكس ويطلع لنا أحسن صورة على التلفزيونات الحديثة. ليش؟ لأنه الأكس بوكس أصلاً كان عندها ألعاب صورتها بتطلع لما يسمى ال 480p أو حتى 720p اللي يعتبروا High Definition. إيه عن جد من أيام 2001 كان في High Definition. بس لازم تنتبهوا لشغلة، بس الأكس بوكسز الـ NTSC يلي نباعوا بأمريكا أو كندا أو اليابان هن الوحيدين يلي يقدروا يعملوا صورة High Definition. هلأ البال يلي نباعوا بأوروبا فينا نعملهم كمان High Definition، بس بدهم مودينج، وهذا موضوع لآخر فيديو. ونفس الوقت في ألعاب بحطوا لكم من وراء إذا هن they support the 720p أو the 480p. مثلا هيدي Marvel Ultimate Alliance بتلاقوا وراء بيتحط إنه تاخد 720p High Definition، وعندكم جيم مثلا مثل Halo 2 يلي بتدعم بس the 480p. شو الحل؟ الحل إنه بدنا شغلتين. أول شيء لازم نشتري component cable. هلأ صعب نلاقي هالأيام component cable إلا إذا رحنا على مواقع مثل eBay أو كان ما يسمى auction sites واشترينا هدول الأسلاك، ولكن في شركات حديثة عم بتصنع الأسلاك وبجودة عالية، ممكن نشبكون على هدول الأجهزة اللي يعتبروا قديمين. في عنا كتير sites، استخدمت site اسمه Retro Gaming Cables وأنا استخدمتهم قبل. بيجي الكومبوننت كيبل وحفرجيكم إياه على الشاشة. ملاحظة أنه هيدا سلك كومبوننت بس الراس تبعه يسمى سكارت، فمرات ما بتلاقوا بالمتجر بيكون موجود كومبوننت كيبل، بس هيدا كمان فيكن تشتروه. بس يكون عندكم هذا الكيبل تحتاجوا كمان جهاز تاني Open Source Scan Converter بيجي بهذا الحجم، هحط لكم الرابط كمان تحت إذا حابين تشتروا. موجود أونلاين، وفي أجهزة كمان أحسن بس بيكونوا بأسعار أغلى مثل الفريم مايستر. هذا الجهاز كثير مهم لأنه هو اللي بيحول السيجنال الكومبوننت للهاي ديفينيشن اللي بيدعمه التلفزيونات الجديدة، بيعمل لهم أبسكيلين للصورة وبتطلع بالجودة العالية. لأنه لازم تعرف أنه التلفزيونات الجديدة لو إلها input component ما بتطلع الصورة بالجودة نحن حنتوقعها من high definition display. وهلأ حافرجيكم كيف بيطلع مع الكومبوننت مع الأبسكيلر هيدا. طبعا أول شيء لازم تعملوه هو تشكوا الـ OSSC على الكهرباء. الـ OSSC له 2 inputs، وهذا السلك يلي هو SCART component، تشكوا للـ input تبع السكارت، وهذا الأزرق والأخضر والأحمر هو لو عندكم السلك يلي بس كومبوننت من غير الراس يلي هو سكارت. بعدين بتشكوا السلك الفيديو من الجهة التانية على جهاز الأكس بوكس. طبعا أنا نسيت كمان أنه لازم الـ HDMI كيبل يكون عندكم كمان بينشك ما بين الـ OSSC والتلفزيون. هلا اذا شغلتوا الاكس بوكس وطلع معكم هيك سكرين ما تخافوا، هذا بس معناته انه بدكم تغيروا المود على الـ OSSC، فضغطوا على الزر بوتن زيرو لحد ما الديسبلاي يتغير.
لازم كمان نفوت على السيتنجز تبع الاكس بوكس من الداشبورد ونروح على الفيديو سيتنجز وتأكدوا انه ال 480p محطوطة yes و 720p كمان yes 1080i كمان بيكونوا yes. اخر شي كمان تأكدوا انه السيتنجز عندكن من ال TV محطوطة ل wide screen 16:9. هلا صرنا جاهزين لنلعب على high definition على ال original Xbox. فبعد هذا الفيديو انتو شو اكتر جيم حابين تلعبوها على الاكس بوكس الاوريجينال؟ اذا اعطوني رأيكن بالتعليقات تحت. كان معكم محمد، مع السلامة.